مساء الخير واهلا بكل مشاهدينا وحلقه جديده النهارده مع حضراتكم ومصر جميله. في البدايه قبل ما ندخل في مواضيع وتفاصيل حلقتنا النهارده اسمحوا لنا ان احنا نتقدم بخالص التعازي للشعب المصري في فقدانها ست السفير بطرس غالي، وطبعا هو كان الامين السادس للامم المتحده سنه 1992 وهو قامه كبيره جدا في الدبلوماسيه المصريه. بطرس غالي يعني انحدر من عائله عريقه جدا في الدبلوماسيه المصريه. جده كان رئيس وزراء في عهد الاحتلال البريطاني وتم اغتياله سنه 1910، وايضا والده كان تولى منصب وزاره الماليه. بطرس غالي تولى العديد من المناصب ودايما كان مشرف في كل المناصب اللي تولاها، وطبعا فقد ناب الامس، وطبعا هو كان استاذ للقانون الدولي في جامعه القاهره من سنه 47 لسنه 1977، وغيرها طبعا من المناصب اللي تولاها. وزي ما قلت هو كان مشرف في كل المناصب، وبيعتبر اول مصري عربي افريقي يتولى الامم المتحده سنه 1992. بنتقدم بخالص العزاء لأسرته وللشعب المصري، وطبعا فقدنا يعني قامة كبيرة جدا في الدبلوماسية المصرية. النهاردة كمان في حلقتنا هنتكلم على موضوعين. الحقيقة الموضوع الأول هو هام جدا، وهو طريق الحرير اللي بتعيد إحياء الصين مرة تانية، وخصصت 47 مليار دولار لإحياء طريق الصين. وطبعا مصر بتقع ضمن الدول اللي بيمر منها طريق الحرير الصيني، وطبعا هنا هيكون في علاقات جيدة جدا ما بين مصر وما بين الصين، وشفنا ده من خلال الزيارة للرئيس الصيني في الفترة السابقة. وطبعا بنعول بشكل كبير جدا على العلاقات المصرية الصينية، وإن شاء الله يا رب يبقى فيه خير كبير جدا لكل المصريين. هنتكلم بتفاصيل أكتر على طريق الحرير من خلال لقائنا مع سيادة السفير أحمد والي، مساعد وزير الخارجية سابقا ونائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية. موضوع تاني من حلقتنا النهاردة هنتكلم على المشاركة الروسية في معرض الكتاب، وهنتكلم تحديدا عن الفن التشكيلي. هيكون لنا لقاء مع الفنانة التشكيلية لينا أشرف سمير، وأيضا فنانة روسية كاسينيا إليانوروفا، وطبعا أنا مش عارفة أنا بقول الاسم صح ولا غلط، بس إن شاء الله هتبقى معانا ونتكلم تفاصيل أكتر على مشاركتهم في معرض الكتاب والعلاقات المصرية الروسية في المجال الثقافي. دي مواضيع حلقتنا النهاردة، وخلوني أطلع بقى بره موضوع الحلقة وأكلم حضراتكم عن تجربة شخصية. الأسبوع اللي فات أنا كنت في أسوان، والحقيقة أنه يعني كانت رحلة زي رحلات الأحلام زي ما بيقولوا. أسوان من أجمل دول العالم أو بلاد العالم اللي أنا شفتها في حياتي. الحقيقة أهلها ناس طيبين جدا جدا، مش بس كده هم كمان بيتابعوا مصر جميلة بشكل جيد، و تحملت أمانة أن أنا أوجه كل التحية لأهالي أسوان، وأنا عن نفسي بوجه التحية لتهامي ومكين، وهو من أهالي أسوان اللي استضافونا، وهم في قرية اسمها قرية غرب سهيل، وبتعتبر من أجمل القرى الموجودة. هي قرية كده موجودة طبعا على النيل، هناك بنشوف مناظر جميلة جدا، بنشوف النيل في أوسع الأماكن. أهل أسوان ناس طيبين قوي، استضفنا تهامي وعمل لنا القهوة اللي يعني بيتميز بيها في أسوان واسمها جبانة، ودي نوع من أنواع القهوة بتتعمل بطريقة خاصة جدا. بتتعمل إزاي؟ بتتعمل بالجنزبيل والحبهان وجوز الطيب والقرنفل، وبتقعد تتغلي بشكل معين، وطعمها من أجمل الحاجات اللي ممكن الواحد يدوقها في حياته. مصر جميلة طبعا بأماكنها المختلفة، مصر جميلة بمحافظاتها المختلفة. احنا بنتكلم على دعم وتنشيط السياحة دايما، يمكن دايما الأنظار بتتجه مثلا لشرم الشيخ، ونتكلم إنه يعني للأسف ما فيش سياحة جيدة في شرم الشيخ. احنا لازم كمان نبص لباقي المحافظات، وخاصة ان احنا لما بنتكلم على أسوان او الأقصر فالسياحة فيها بتنعش البلد كلها، بتنعش المحافظة كلها. لما الناس تبدأ تروح أسوان طبعا بيستمتعوا بالأماكن الجميلة، بيستمتعوا بالأثار اللي موجودة هناك، ولكن كمان بينعشوا حركة التجارة في البلد، لأنه في أسواق طبعا موجودة فيها الحاجات التقليدية اللي ممكن نشوفها في أسوان. فبالتالي هي فرصة جيدة ان احنا نتعرف أكتر على بلد، وان احنا نساهم في دعم السياحه حتى ولو كانت دلوقتي داخليه، ونحاول ان احنا نعيشها. طبعا كان في رحلات نص السنه واللي كانت موجوده بشكل جيد خلال الاسبوع اللي فات في اسوان، وكان في رحلات نيليه كتيره جدا، ولكن احنا عايزين الاكتر. في بعض الاحيان لازم نتكلم على ثقافه احياء ان احنا نزور بلدنا ونتعرف عليها اكتر، وطبعا لازم يبقى في دعم كبير من وزاره السياحه والهيئات المسؤوله عن تنشيط السياحه ان هم يدعموا ذلك. وهم بالفعل عندهم مجموعة
من البرامج بيقدموها بيدعموا السياحة الداخلية للأفراد. وزارة الشباب كمان بتطلع رحلات لمجموعة من الشباب عشان يقدروا ان هم يتعرفوا على بلدهم. ولكن لغاية مثلا من أسبوعين تقريبا كان عندنا لقاء حول هذا الموضوع، كانت كل الرحلات بتتجه لشرم الشيخ. شرم الشيخ جميلة وأسوان جميلة والأقصر جميلة والصعيد جميل وسينا فيها أماكن خلابة، لازم كلنا نتعرف أكتر على بلدنا. وإن شاء الله احنا بنوعدكم كمان من خلال مصر جميلة إن احنا نركز بشكل أكبر على تنشيط وتدعيم السياحة الداخلية، وإن احنا نعرفكم بلدكم والأماكن الجميلة في بلدنا. في ناس مننا كتيرة قوي عارفة الأماكن التقليدية مثلا المعابد المختلفة في الأقصر وأسوان، ولكن في مكان أماكن تانية ممكن تكون احنا مش عارفينها. لازم نبدأ نشتغل ان احنا نروج او ان احنا نبيع السياحة بأفكار مختلفة وجديدة سواء للمصريين او للأجانب، اللي ان شاء الله بإذن الله بنتوقع ان الموسم الجاي يبقى افضل بكتير من الموسم اللي احنا فيه، وان شاء الله يبقى فيه جهود متضافرة ما بين كل المسؤولين عن تنشيط السياحة. والسياحة مش بس على فكرة وزارة السياحة، لا هيئات وحاجات تانية كتيرة جدا. الحقيقة انا كان ليا حظ ان انا اعرف تفاصيل اكتر الاسبوع اللي فات عن المشاكل اللي بتمر بيها السياحة. السائح لما بيجي مصر عايز مثلا منظومة طرق يقدر ان هو يتنقل بيها بأمن سلامة، وفي نفس الوقت كمان انضباط في المواعيد، لأنه طبعا شوارع مصر دلوقتي بقت خانقة بالتكدس المروري في كل مكان. فطبعا لما بيستخدم الوسائل المواصلات العادية، الباصات مثلا بتاعت السياحة تنقله من مكان لمكان أو التاكسيات أو غيره، ممكن في نفس الوقت يتعطل بشكل كبير. لازم المترو يبقى على أعلى مستوى، لازم يبقى فيه أوتوبيسات يعني مهيئة بشكل جيد بحيث أن الواحد يقدر يستخدمها كمواصلات عامة. السايح عايز يحس بأمن وأمان في الشارع. كتير من الناس بتشتكي من أنه ممكن يبقى فيه تحرش بالسياح، أو أن هم يعني يبقوا عايزين يبقوا لهم المنتجات بتاعتهم بأي شكل من الأشكال، وده بيضايق السايح. لما بيرجع بلده بيبدأ يكتب ريبورتس ويقول الحاجات اللي هو اشتكى منها، وده تغيير سلوك. تغيير سلوكنا إحنا كمصريين، إحنا المفروض عندنا مقاومات جيدة جدا للسياحة المصرية. عندنا حاجات ممكن تكون مش موجودة في كل دول العالم، فلازم احنا كمان نبدأ نشتغل على نفسنا ونبدأ نثقف روحنا ان احنا ازاي نقدر ان احنا نستقبل السايح بشكل لائق لينا احنا كمصريين، وفي نفس الوقت نقدم له خدمة جيدة ومتميزة. بعض الدول ما عندهاش اي المقومات اللي احنا بنتمتع بيها في مصر، ولكن عندها حسن استقبال للسياح، وده اللي بيخليهم يروحوا مرة واثنين وثلاثة. واحنا يهمنا مش السايح اللي بيجي مرة واحدة، احنا يهمنا ان السايح يجي ويقعد مدة طويلة في بلدنا، يصرف بشكل جيد في بلدنا، وفي نفس الوقت يرجع لنا مرة تانية، ولما يرجع بلده يكون سفير للسياحة عن مصر مع زمايله وقرايبه وعيلته، بحيث انه الحركة تدور بشكل اكبر. واقوى انواع الدعاية الاعلانية دايما تكون اللي هي بالبق، اللي هي نقل الكلمة. لما ارجع واقول تجربتي في البلد كانت كذا وكذا وكذا جيدة واتبسطت و ده أحسن دعاية لينا كمصريين في الخارج. إن شاء الله إحنا هنشتغل في الفترة الجاية على الملف السياحة. ومرة تانية كل الشكر والتقدير لإخواتنا في أسوان اللي استقبلونا، تهامي ومكين من قرية غرب سهيل، وكل الأهالي اللي استقبلونا بترحاب وابتسامة شديدة جدا وسهلوا لنا إقامتنا في أسوان. دي خلاص كده خلصت وقت المقدمة النهاردة في مصر جميلة. هنطلع لفاصل ونرجع على طول نواصل لقائنا مع حضراتكم ونتكلم على طريق الحرير.